بسم الله والله أكبر كبيرا سبحانه بكرة وأصيلا. قالوا هذه الآية 78 من سورة يونس صاحب الحوت عليه السلام. قالوا أجئتنا سديد بروفيت والمساجي جوناس. قالوا أجئتني تلفتنا سوري كايتي هبي بار ان بال دو غران ديمونسيون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبائنا، جيت باش دورنا وجونا نحو ما جئتم به ونترك ما اعتاد عليه آباؤنا واجدادنا. شوف عندهم التكلس في بنيانهم الفكري، ان كان لهم فكر تكلسين ما يتغيروش. ثم عم صم وبك ما يتقولوا الا الذي لا يجب ان يقال، ويروا عكس مما هو موجود ويسمع عكس مما هو مسموع. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. عندهما حجتهم الأرغيمون سي كو لو كولت دي بارون سي لو فري كولت كيلفو اونوري كيلفو كونسيديري. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء. وقت اليوم ما متكبرين، ولا سيدنا عيسى موسى وأخوه هارون عليه السلام من المستكبرين. وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمن، بما أنكم قصدكم غير سليم، ولهذا مانيش مستبعد وما نحن لكم بمؤمن، مانيش نسلموا برسالتكم. وقال فرعون، شوف منهم هنا كيفاش المتفرعنين منا يفتضح أمرهم على طرف ألسنتهم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليه. ما قلت أنت أنا ربكم الأعلى وما أريكم إلا ما أراد. أنت شبيك احتجت اليوم يقوة السحرة؟ خلا تعرفهم في مكتوبة في جيبك، وعودتهم لكل ما عاونوك تكرمهم بهداياك اللي هي هدايا لا قيمة لها عند الله، وهدايا لإرضاء الجاهلين أي التعسى من السحرة. فإذا بي ربي مش يقلب الموازين كلها لصالح الحق، لصالح الأخوين عليهم السلام. قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. سنرى ماذا سيحدث. هو حسابه كما نتنوته، حسابه خارج المعقول وخارج ما سيقع حقا، ما يقع إلا عكس ما كان يخطط له. الكلب الناتي هو، والسلام علينا أهل الإسلام.